السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة سأريكم طريقة نقل الصور وكذلك الملفات بين أجهزة iOS إلى الأندرويد، من الأندرويد إلى iOS، وكذلك الحاسوب من الحاسوب إلى أجهزة iOS والأندرويد. يعني حلقة هكذا كما ترى أمامك، الأندرويد والحاسوب وكذلك أجهزة iOS، تستطيع نقل الملفات فيما بينهم بدون كيبل USB وبكل سهولة بالدخول إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو. تقوم بالضغط هنا على أيقونة الويندوز لتنزيل التطبيق للحاسوب، وكذلك تقوم بتنزيله ل أجهزة الأندرويد إذا كان لديك هاتف أندرويد، وعلى أجهزة iOS إذا كان لديك هاتف أبل من الأب ستور. بعد تنزيل التطبيق على الحاسوب تقوم بفتحه، هنا طبعا تقوم بتنصيبه وتثبيته بطريقة سهلة جدا. هنا تقوم بفتحه على الحاسوب وتقوم بفتح أيضا نفس التطبيق من هاتفك الأندرويد أو iOS كما ترى أمامك. هنا تقوم بالدخول إلى التطبيق كما موضح أمامك في الصورة. هنا لدينا البرنامج في الحاسوب، وهنا لدينا التطبيق في جهاز iOS كما ترى أمامك. طبعا يجب أن يكونوا الجهازين في نفس الشبكة. إذا أردت إرسال ملف من الحاسوب إلى جهاز iOS أو الأندرويد تقوم بالضغط على Send، ومن الهاتف الآخر تقوم بالضغط على الزر الذي أسفل Send يعني استقبال. بعد ذلك هنا تستطيع تحديد الملف الذي تريد إرساله. على سبيل المثال سأقوم بإرسال هذه الصورة هكذا. الآن أضغط على Next. الآن يقوم بالمسح ظهر محمد آيفون كما ترى أمامك، لأنني قمت بالدخول إلى التطبيق واختيار الخيار استقبال الذي أسفل الزر إرسال أو Send. هنا أقوم بالضغط على الجهاز. الآن يتم استقبال الصورة. تم استقبال الصورة، كل ما عليك فعله فقط هو الانتقال إلى الصور هكذا، إلى تطبيق الصور، وتجد الصورة قد تم حفظها بكل سهولة وبدون أي مشاكل كما ترى أمامك. إذا خرجت يعني الصورة تم حفظها، يمكنك إرسال أي شيء تريده بين هذين الأجهزة يعني iOS والحاسوب وكذلك الأندرويد. يمكنك أيضا إرسال الملفات بين جهاز iOS وكذلك الأندرويد، من الأندرويد إلى الآيفون ومن الآيفون إلى الأندرويد، وبكل سهولة بدون أي مشاكل. أتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، شاركها مع أصدقائك، كذلك لا تنسى الضغط على زر اشتراك وكذلك إعجاب لتتوصل بجديد الحلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية فقط على thvw.com. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.